يعني ايه مش عايزه؟ ودي محتاجه تفسير؟ ملهاش نفس، مش عايزه تتجوز، هو جواز بالعافيه. وانت دورك ايه في الفيلم ده كله يا نجمه؟ ولا انت زور خاص ولا ضيف شرف ولا ايه ظروفك؟ لا نجمه غصب عنك، بس مش مأذون شرع يا حبيبي. يا نعم، انت عارفاني كويس ولا لا؟ عرفني لا مؤاخذة. يعني اللي عمل كل اللي انت شايفاه ده لما يعوز اياته حاجه لازم يطولها. ده في الدباديب اللي انت بتبيعها، لكن في البني ادمين لا. وعلى البني ادمين كمان. من الاخر، هات من الاخر، ايه المطلوب مني دلوقتي؟ وقصر. هما كلمتين وملهمش تالت، وتحطيهم ما بين قوسين، يا فله يا هتزعلوا كلكم. خدي وقتك وفكري وردي عليا. نعم، عايزة مين؟ خشي يا حلوة. ازيك يا ست لولا؟ عايزة تيتا، مش كده؟ لو موجود. هو موجود ومش موجود. يعني ايه؟ يعني مش موجود دلوقتي، بس لو جيتي بكره هتلاقينا بنكتب الكتاب يا حياته. اسمع يا ابني، الكلام ده ما يمشيش عليا. انا حنف القطر، عارف يعني ايه حنف القطر؟ ولا انت اول مره تلبس جاكيت جلد في حياتك؟ اقفل ياض. يا اهلا وسهلا بست البنات وست الستات وسته في سته في 36. صباح الخير يا حنفي. حنفي، طالما قلتي حنفي يبقى في بشاره خير. تعالي تعالي اتفضلي يا ست العرايس، اتفضلي اقعدي اتفضلي. تشربي ايه؟ شكرا. ايه مالك؟ في ايه؟ هو نعناع اتخانقت مع جوزها ولا ايه؟ لا لا. امال مالك في ايه؟ هو انت مش كنت طلبت ايدي من نعناع؟ حصل، وقالت لي اصبر شويه. كانت مستنيه موافقتي. حقك يا ست البنات. انا بقى جاي اقول لك ان انا موافقه. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.